لكم متابعين قناة المطبخ الحموي، إن شاء الله تضلوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم راح أعمل دبس الرمان، طريقته من البداية للنهاية، خليكم معنا. أول شي راح نقطع الرمانة بالشكل هذا. هلا أنا نطب الرمان، نجيب قطعة الرمان هيك، نعملها هيك شوي، أنا بطبهم بهي. هلا هيك خلطناهم بالخلاط، خلطت الكمية كلها. هلا بدي بلش صفيهم. أول شي بصفيهم مصفاية عادية. أول دور يعني بدون تصفاية كذا دور، أول دور بالمصفاية العادية. أول دور بالمصفاية العادية. هلا بدنا نجيب المنخل ونصفيه. طلع معنا هذا البزر. هذا البزر في ناس بتيبسوا وبتحطوا مع الزعتر، بيطحنوه مع الزعتر، في ناس ما بيكبوه. الشاشية حطيتها بقلب المنخل، حطيتها على الطنجرة. هلا بدي صفيهم بالشاشية، هذا آخر دور. دبس الرمان كل ما صفيتيه بيطلع أصفى وأجمل. هو دبس العنب، عصير الحصرم، هدول كلهم بدهم كتير كراب وصفاية. صفاية وحطيناه على الغاز، بياخد على الغاز 12 ساعة بس بلش يغلي. بتخليه لتنقص نص الكمية على نار عالية، بعدين بنوطي النار مثل الشمعة، وبده 12 ساعة ليصير دبس. كل 10 كيلو رمان بيعملوا لك كيلو دبس، بس بتخليه على نار قوية حتى تنقص كميته النص. بتوطي الغاز على الشمعة، خليه 12 ساعة حتى يصير معك دبس.
الدوز جاهز. أخذ معي 10 ساعات غلي على النار. كل 10 كيلو بيعطونا كيلو دبس، كل 10 كيلو رمان بيعطونا كيلو دبس. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.